محافظة يقينا أدى اليوم طلاب الثانويات الأزهرية في شعبتها العلمية الامتحان في مادة الأحياء، وقد عبر الطلاب عن رضاهم عن مستوى الامتحان. تفاصيل أوفى من قنا مع الزميل هانش حتى. يواصل طلاب الثانوية الأزهرية أداء امتحانات نهاية العام، حيث أدى اليوم طلاب الشعبات العلمية الامتحان في مادة الأحياء. وقد جاءت آراء الطلاب في مستوى الامتحان لأنه في مستوى الطالب المتوسط، عدا بعض النقاط التي تقيس مستوى الطالب المتميز. امتحاننا مادة الأحياء، والله هو امتحان سهل وتمام والحمد لله، وأغلبية الطلبة حلت الحمد لله، بس كان في السؤال الخامس اللي هو السؤال الرسمي، كان في رسمة بعض الطلبة بعد ما طلعنا من الامتحان بعض الطلبة اختلفت عليها والله الحمد لله. امتحنت النهاردة امتحان الأحياء، تمام. هو الامتحان كان يعني في مستوى الطالب المتوسط، تمام، فكان في شويه تريكات كتار يعني في الامتحان، خصوصا سؤال استخرج الكلمه الشاذه، ده كان سؤال جديد علينا يعني، فمش متدربين عليه كتير، احنا شفناه في الامتحانات السابقه بس مش متدربين عليه كتير يعني، فده كان سؤال بالنسبه لنا صعب. وسؤال برضه اللي هو ايه بيجيب لك صوره بيقول لك صف الصوره والتفسير، ده برضه كان سؤال اللي هو الصوره الاولى دي ما كانتش واضحه علي معانا يعني، فاحنا اختلفنا فيها. والله الحمد لله الامتحان كان زين يعني وكان شغال، بس يعني كانت في شويه نقط صعبه بس الحمد لله اتحلت يعني، والامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط يعني مش العالي يعني، امتحان كان حلو. الوقت كان كافي بالنسبه لكم؟ لا الوقت كان كافي النهارده بصراحه. ثلاث ساعات لا بصراحه وقت كافي في الاحياء. لكن في بعض المواد بتجيبكم فيها مشكله في الوقت زي مثلا هو بصراحه ممكن الرياضه، وقت الرياضه بصراحه اللي هو البحته يعني الوقت قليل يعني، المفروض 3 ساعات الوقت مفروض في الرياضه مش ساعتين. في النهارده الحمد لله يعني الامتحان جاء سهل وحلو يعني، نقول في مستوى الطالب المتوسط ان شاء الله يعني يكون في مستوى الطالب المتوسط، وكان بالنسبه يعني للناس المذاكره سهل، لما الناس الثانيه يعني اللي هي يعني عندها معلومه مكسره كان صعب معاها وقعدوا لحد اخر يوم. الوقت كان كافي معاك؟ الوقت كان كافي 3 ساعات، بس هو الامتحان يعني الحمد لله جاء سهل السنه دي خالص. كان في اسئله صعبه؟ ويعني 3 رسومات كان فيهم رسمه يعني شويه صعبه. الرسومات مش واضحه كويسه؟ لا الرسومات واضحين الحمد لله يعني، هو الرسومات سهلين خالص، اول واحده بتاعت فطر الخميره والثانيه بتاعت يعني حركه الشد، والثالثه يعني عايزك ترسم انت حاجه في العظم كله. من محافظه قنا هانش حاتا لاخبار طيبه.